احمد الزغبي المتحدث الرسمي لرالي تحدي عبور مصر. طيب حضرتك اتكلمنا عن الحمله واتكلمنا عن ايه هو رالي عبور. رالي تحدي عبور مصر هو رالي على الموتوسيكلات والسكوترز، بيبقى خط سيره هو عبارة عن مصر كلها. السنة دي هي السنة السادسة للرالي على التوالي، وخط سير الرالي السنة دي 3000 كيلو. عدد المشاركين يا فندم قد ايه؟ عدد المشاركين من الافراد وعدد المشاركين من الدول، وايه الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت؟ عدد المشاركين السنة دي 51 مشارك من 12 دولة مختلفة، 30 منهم أجانب جايين من كل حتة في العالم، ومعانا دول بتشارك لأول مرة زي فلسطين، زي نيوزيلندا، زي النمسا، زي هولندا، دول دول مشاركة لأول مرة، زائد طبعا في مشاركين من أمريكا وأستراليا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا. طب هل الرحلة الألمانية شارك قبل كده معاكم؟ السنة دي أول مرة الرحالة الألماني ستيفن هاوزر يشارك معانا، لأنه هو بقاله سنتين في رحلة حول العالم ويدوب لسه واصل مصر وأفريقيا. يعني تم ترشيحه إزاي داخل الحمل؟ هو قدم في التسجيل للرالي عادي وزيه زي اي مشارك تاني، يتعمل له السكريننج بتاعه وتوافق عليه وتبعت له الاكسبتنس، وحصل تنسيق معاه ان هو دخل جدول، يعني اعرف يظبط مواعيد وصوله في مصر، لان هو بقاله على الطريق 750 يوم مع مواعيد بدايه رالي تحدي عبور مصر. طب حضرتك تنصح بايه الجروبس اللي هي لسه بتبتدي، اللي هي موجوده على السوشيال ميديا وابتدت بالفعل ان هي تنزل تعمل حملات بس لسه مش باينه، تنصحها بايه لان تقدر تساهم في تنشيط لسه؟ انصحهم ان هم يفضلوا ما يزهقوش، ما فيش عراقيل تقف قصادهم. العراقيل كان في البدايه ان الكل هو اللي بيبقى الدعم بيبقى داخلي، بيبقى كل واحد بيقدم اللي هو الدعم على طول داخلي حضرتك. هو يعني لكل السنين، لان احنا ما بتلاقيش دعم قوي. بصي، الناس بتزهق بسرعه. لو اقول لك على عدد الايام والشهور اللي احنا قعدنا نشتغل فيهم، ما بنشوفش اولادنا، ما بنشوفش مراتاتنا، ما بنروحش بيوتنا عشان ننجح ده في الست سنين اللي فاتت، حضرتك مش ممكن تتخيلي. لا، الناس بتزهق، الناس بتزهق. احنا ما كانش عندنا دعم خالص، احنا كان الدعم زيرو لغايه لما الرالي كبر وبدانا نثبت نفسنا. وحتى الدعم اللي احنا بناخده دلوقتي من اسكندريه، حتى الدعم اللي كرالي احنا دلوقتي كبير، تاني اكبر رالي في مصر بعد رالي الفراعنه، الدعم اللي بناخده دعم بسيط، بناخد دعم معنوي، دعم ترتيبات لكن لو حضرتك بتتكلمي على الدعم المادي، احنا في فتره صعبه في العالم كله، الاقتصاد وحش، مفيش دعم مادي، فبالتالي العراقيل اللي عندك كتير، فاللي بيزهق بدري لا، انا بقول له ما يزهقش، كمل، ويعني في يوم من الايام هتوصل لطريقك. وما ننساش ان يعني في قول المقصور بيقولوا لنا واحنا صغيرين، طريق ال 1000 ميل بيبدا بايه؟ بخطوه، فلسه في 999 خطوه تانيين عشان حضرتك توصلي للطريق بتاعك.